احنا النهاردة هنعمل جمبري بالهاني موسترد صوص، جمبري بالعسل والمستردة او الخردل، ده توم وجنزبيل متقطع صغير قوي، ممكن تفرمهم او تقطعهم صغير قوي، اهم حاجة يكون متقطعين قطع صغيرة جدا جدا جدا. انا هشوحه في الزبدة، انت ممكن تقلي الجمبري، وبعد ما تقلي الجمبري تعمله بنفس الطريقة اللي انا هعمله ديت، بس انا قررت ان انا اشوحه في الزبدة. انا هسيب كل المقادير طبعا في صندوق الوصف عشان لو حبيتوا ترجعوا ليها. ده صوص مسترد صوص انا عملته في البيت، هوم ميد، مكوناته سهلة وبسيطة. هسيب برضو اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف، اتفرجوا عليه بعد الفيديو وتعلموا ازاي تعملوا مستردة او خردل في البيت ما فيهاش اي مواد حافظة وطبيعية 100%. دول تقريبا 20 جمبرية، حوالي نص كيلو او اقل شوية صغيرين. طبعا هو بالقشر، انا قشرته وشلت الجزء اللي هو في الظهر ده اللي هو بيسموه كيس الرملة. هنحط الزبدة وهنسيحها في الطاسة تكون سخنة، وهنحط الجنزبيل والثوم. عايزين نديهم تشويحة خفيفة قوي في الزبدة، بعد كده هنرش رشة ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنة. وهنقلب كل الكلام ده مع بعض عشان الزبدة ذات نفسها هيكون فيها فليفر كل اللي احنا حطيناه ده مع بعض، وبالتالي لما نحط الجمبري يبدا ياخد من الفليفر كلها ويتشرب من الزبده. ما كانتش عايزه تنزل الجمبريه دي، مش عارف ليه، تقريبا الطاسه كانت سخنه. المهم هنقلب كل الكلام ده مع بعضيه. احنا بالنسبه للجمبري هو عدو السوى الزياده عن اللزوم، فاحنا هنديله تشويحه بسيطه جدا وبعد كده هنقلبه، مجرد ان هو ياخد بس لون بسيط وهنبدا ان احنا نقلب الجمبري. يعني انا على طول مجرد ما حطيته ما عادش مثلا دقيقة دقيقتين وابتديت ان انا اقلب الجمبري. الخطوة دي مهمة قوي ان السوا بتاع الجمبري يكون مظبوط، ده بيفرق كتير جدا جدا في طعم الجمبري والفليفر. بعد ما قلبناه كله برضه مش هنسيبه كتير، مجرد ما نقلبه هنبدا نحط العسل والمستردة اللي احنا عملناهم. هنحط معلقه مستردة او خردل ومعلقه عسل. وبعد ما يستوي في الاخر خالص هنحط برضه نص معلقه عسل وربع معلقه خردل او مستردة. هنقلبهم كويس وبس كده. احنا عملنا هاني موسترد شريمب في البيت، وانا الفتره اللي جايه ديت عايز اشتغل اكتر على، عايزين نعمل سويت اند ساور تشيكن، وعايزين نعمل سويت اند تشيلي تشيكن ان شاء الله الفتره الجايه. مع السلامه.